عاش المعهد الأعلى للدراسات التجارية العليا بقرطاج اليوم على وقع يوم علمي حول أهمية سوق البورصة في الحياة المالية التونسية، وحضره عدة خبراء وأساتذة جامعيون. وتطرق الخبراء لأهمية البورصة في الاستثمار المستقبلي وطرق الاستثمار والجوانب الإيجابية لسوق البورصة في المشهد المالي التونسي. نعرفوا بالبورس وبالمارشي فينانسي في تونس، حتى الناس كل تمشي للمارشي بنكي ناسين اللي فما ان موان دو فينانسمون اللي هو البورس اللي هو مارشي فينانسي. هنا في اللي اتش سي معناتها ديستيني اكثر لجماعه الفينانس وجماعه الماركتينغ. نوريو كيفاش لو سيكتور دو لاسيورونس اللي امبليكي في الانفستيسمون اي سورتو اوسي دون لا بورس دون مانيير جينيرال.